فإذا هون بال13 بارت سي معطيني اللي بدي طلع الليمت as extends to infinity to ex over ex minus x. هون إذا عوضت رح يطلع عندي e power infinity infinity، هون e power infinity infinity minus infinity. تحت عنا infinity minus infinity، كيف منشيل ال undetermined form هون؟ بس يكون عندي infinity minus infinity is undetermined. بذكركم فيهم أنا ال undetermined forms هي infinity minus infinity، infinity over infinity و 0 over 0 و 0 times infinity. هود التنتان اللي هون بدون لوبيتالز رول، ماشي؟ بدون لوبيتال انفينيتي عن انفينيتي او 0 على 0 بدها لوبيتالز رول. هيدي بدها شو؟ فاكتورايز. هيدي اللي هون بدنا نتكيف معها مثل قبل شوية، جيت انا عملت فصلت الفراكشنز عن بعضهم، برجع فرجيكم عليهم وين فصلتهم. مثل هيدي مثلا، طلع هاي اللي هون عندنا هون اذا عوضت اني بماينس انفينيتي هون بصير ماينس انفينيتي ماينس 1 يعني ماينس انفينيتي، واي باور ماينس انفينيتي هي 0 يعني بصير انفينيتي ماينس انفينيتي تايمز 0، هاي انديتيرمنت. فجيت فصلت عملت هيدي لحالها مثلا لك وين شايفينها، وهيدي الاي اكس لحالها حد منها، هاي عملت لها ليمت لحال لانه فوق عندنا بولينوميال تحت بولينوميال بياخذ اعلى باور على اعلى باور هيك تايمز اي اوف اكس اللي برا لحال، هاي رح تطلع 1 اختزلوا مع بعض تايمز اي باور ماينس انفينيتي يعني 1 تايمز 0 يعني 0. عرفتوا كيف؟ يعني في تفصيل معين بدنا نشتغله هون. رح تابع اني هلا بهيدي، قلنا هون انفينيتي ماينس انفينيتي بياخذ لها كومون، اخذ كومون اللي هو الاقوى اللي هي اي باور اكس، بضل من اول وحده 1، من الثانيه ماينس اكس اوفر اي اكس هي ماينس اكس اوفر اي اكس. عشان نعرف شو بقي جوا قلنا بنقسم الهول على الكومن فاكتور اللي اخذناه، اي اكس اي تو ذا اكس اوفر اي تو ذا اكس از 1 ماينس اكس اوفر اي اكس از اكس اوفر اي اكس. هلا هاي اللي هون خليني اعمل لها ليمت على جنب، ليمت هاي اللي هون ليمت از اكس تنس تو انفينيتي لاكس اوفر اي اكس رح تطلع انفينيتي على انفينيتي، بعمل لها لوبيتال شو بتصير؟ بصير بتساوي ليمت از اكس تنس تو انفينيتي، بتعمل ديريفاتيف للي فوق ديريفاتيف للاكس هي 1، ديريفاتيف للاي اكس هي اي اكس، بتطلع 1 على ليمت للاي اكس على الانفينيتي شو بتساوي؟ انفينيتي يعني 0 هيدي، يعني هي شو طلعت؟ 0. طيب يعني صارت بتساوي ايكوال، هلا كمان هي بتروح مع هيدي عشان كومون فاكتور، ضل عندنا 1 فوق وتحت عندنا 1 ماينس 0 which is 1، مش الحال؟ نشيل الثاني اللي هون كمان، إذا عملنا ليمت على الانفينيتي هات لنشوف، هات راح أعمل ليمت لهيدي لحالها، ليمت as x tends to infinity to x minus 1 على x، نحن ماخذينها هيدي بصف البكالوريا، إنه بناخذ أعلى باور على أعلى باور equal limit as x tends to infinity، أكيد هاي مش على الخرطوش لأنه كله على علامات 2x over x، بتروح x مع x شو بيطلع الجواب؟ 2، يعني هيدي رح تصير شو؟ equal e power 2 since هيدي equal e power 2 السبب إنه هاي اللي هون limit تعولها equal 2، ماشي الحال؟ بنروح على ال b كمان نفس القصة، limit as x tends to 0 لنفس الفانكشن القديم، إذا عوضنا ب 0 هون شو رح يطلع؟ هات لنشوف. أول شي بجرب التعويض 2 ب 0 0 minus 1 على 0، مش صعب التعويض، equal e power 2 ب 0 minus 1 over 0 minus equal e to the 2 ب 0 0 شو بدنا فيه؟ بيطلع minus 1 على 0 minus minus 1 على 0 minus نيجاتيف على 0 minus شو بيطلع؟ بيطلع plus infinity. e power infinity is what is infinity، مش الحال؟ هون بنقول بهاي الحالة ال x equal 0 is a vertical asymptote. طيب هيدي ال 14a و 14b 15a now 15a عندنا limit as x tends to infinity of e x plus x over e power 2x plus 1 equal اي اكس بلس اكس، اذا عملنا لها ليمت على انفينيتي هاي بتطلع انفينيتي وهاي بتطلع انفينيتي، وهيدي كمان الليمت لها اي باور 2 تايمز انفينيتي يعني انفينيتي،
So we have infinity over infinity, which is undetermined. Check. بيطلع infinity plus infinity over infinity plus 1, which is infinity over infinity undetermined. شو بدنا نعمل؟ L'Hopital's rule. By L'Hopital's rule. It is equal to derivative للي فوق. يلا. Limit. بديش انسى كلمة limit. Limit derivative لل ex ex plus derivative لل x is 1 over derivative لل e power 2x. قلنا منحط ال e power 2x وحد منا منحط ال derivative لهيدي اللي هي 2x بتصير derivative لها 2. ماشي. derivative لل 1 is 0. طيب شو رح يطلع الجواب؟ رح يطلع كمان infinity plus 1 على 2 بانفينيتي plus 0, يعني على infinity كمان undetermined لانه infinity عن infinity. بنعملها لوبيتال مرة تانية. لوبيتال مرة تانية لهيدي كمان باي لوبيتالز رول equal limit as x tends to infinity. يلا derivative لهيدي e power x هي e power x plus derivative لل 1 هي 0 over derivative لهيدي خلي ال 2 بالاول. ارجع الديريفاتيف لهيدي اللي هون بتنزل بتعمل ديريفاتيف لها وبتحطها تحت. هاي اي باور 2x وحد منها الديريفاتيف للباور اللي هو 2 ايكوال بتصير ليميت از اكس تنس تو انفينيتي اي باور اكس اوفر 4 اي باور 2x. ناو وي كان سمبليفاي اي باور اكس باي اي باور 2x. شو بيضل؟ بيضل يعني فينا ننقص الباورز اذا بدكم مثل الصف الثامن. اي باور اكس ماينس 2x equal limit as x tends to infinity e power x minus 2x over 4 equal limit as x tends to infinity e power minus x over 4. هلا عوض infinity محل الاكس شو بيطلع؟ e power minus infinity على 4 e power minus infinity is 0 over 4 will be 0. ماشي. هيدي ال 15a 15a. هلا كان ممكن يجي واحد يعمل مثلا نقول يجي يعمل اللهم صل على محمد وعلى محمد يجي يعمل ياخذ كومن مثلا هون. كان ممكن يجي ياخذ كومن رح احطها اني على جنب فرجيكم اياها. كان ممكن يجي ناخذ كومن من هيدي وين هاي اللي هون مثلا اي باور اكس plus x over e power 2x plus 1. راح اخذ common انا common اقوى شيء اللي هو ال e power x. ها e power x انتو شو بيبقى من هيدي 1 plus x شو بيبقى منها هي x over e power x تحت كمان خد common e power x بس عشان نختزله مع اللي فوق. E power x e power 2x over e power x بضل e power x plus 1 over e power x 1 over e power x. هيدي بتروح معها ماشي. وعندك هيدي الليمت لها على الانفينيتي بيساوي 0 عشان ال e power x اقوى من هي الانفينيتي اللي هون اقوى من هون يعني هي اللي تحت اكبر من اللي فوق فبيطلع شو 0. وفينا نعمل الليمت لهيدي على جنب لحالها والليمت لهيدي 1 على الانفينيتي رح تطلع 0 وهيدي رح تطلع 0. شو بضل الجواب؟ 1 على e power x يعني 1 على infinity يعني 0. ماشي. هيدي هي بس هيك ممكن نحلها بهاي الطريقة limit as x tends to infinity لهيدا الشكل بتصير هيك. هيدا السطر الواحد بلا ما نعمل لوبيتال مرتين ثلاثة. اوكي.